السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايه من قناة دارين شانل وصفة واكلة على اليوتيوب. لو اول مرة بتشرفيني بالمشاهدة، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. هنعمل مع بعض النهاردة كوكز القهوة او حباية القهوة بمقادير سهلة وبسيطة، بمقادير بسيطة جدا. هنعمل مع بعض الكمية دي كلها. حلو جدا، حلو كمان للشتاء مع المشروبات الدافية. تاخدي كده كام حباية مع المشروب بتاعك المفضل. بصوا، الكمية دي كلها عملتها بمقادير بسيطة جدا، عملت كمية كبيرة، وكمان الكمية دي ناقص منها، يعني احنا كمان شربنا كنا منها قبل ما انا ما اصور اخر مقطع في الفيديو. عملت بقى كده جنبها كوباية قهوة، وتاخدي بقى كده كام قطعة منها مع القهوة. طعمها جميل جدا، المقادير بتاعتها مظبوطه، هتعجب اولادك، تحفه جدا. يلا بقى بينا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا معلقه كبيره من النسكافيه، القهوه اللي هي سريعه الذوبان، انا جايبه اللي هي نسكافيه، وعليها معلقه ونص من اللبن السخن. لازم تكون سخنه علشان خاطر النسكافيه يدوب في اللبن. قلبه بقى كده كويس جدا لحد ما يدوب خالص. تمام، وبعدين هركنها على جنب ايه تبرد عشان ما نزلهاش على الخليط بتاعه وهي سخنة. هجيب بقى كده بولة غويطة، معايا كمان كده كوباية من الزبدة كبيرة. ممكن نستبدل الكوباية من الزبدة بنص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت. الكوباية من الزبدة بتاخد قدامها كوباية من السكر البودر، وصفار بيضة واحدة، وكوبايتين وربع من الدقيق. يبقى كوباية الزبدة الواحدة بتاخد كوباية سكر بودر، صفار بيضة واحدة، كوبايتين وربع دقيق. لو عايزين بقى تزودوا الكمية هتزودوا على حسب كمية الزبدة اللي انتوا هتحطوها. هضرب بقى كده مع بعض بالمضرب السلك، ممكن تستخدمي الخلاط بس انا استخدمت المضرب السلك، يعني اسهل، ما احتاجتش ان انا اطلعه كده الخلاط. هقلب بقى كده لحد ما السكر يدوب خالص مع الزبدة، واللون الزبدة يفتح كده شوية، يبقى كده تمام قوي. نقلب بقى كده كويس جدا. لحد ما تفتحي معاكي، بصي لونها بقى عامل ازاي، هو ده اللون اللي انا عايزاه. هتكون هتفتحي كده السكر داب خالص. هنزل بنص بالصفار البيضة الواحدة وهقلب. اهم حاجة لازم تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش طالعة من التلاجة، والبيضة نفس النظام علشان خاطر لو البيضة والزبدة ساقعين من التلاجة هيخلي الزبدة تفصل وهتحبب. حطيت كمان نص كيس الفانيليا، ما حطيتهوش كله بس عشان خاطر ايه الزفرة بتاعت البيض، بس كده كده احنا حاطين النسكافيه، هي ريحته طالعة قوي مش هيدي زفرة ولا اي حاجة، يعني ممكن تستغني عنها لو ما عندكيش الفانيليا. هنزل بقى كده بالنسكافيه اللي انا دوبته مع المعلقة ونص من اللبن، نزلي كده بقى بيه كله، وهقلب بقى كل المكونات مع بعض بالمضرب برضو زي ما قلتلك. عايزه تستخدميه في الخلاط براحتك زي ما انت عايزه. قلبتها بقى كده، ايه القهوه سريعه الذوبان خلاص دابت مع المكونات اللي انا كنت حطاها في الاول. المكونات الجافه بقى بتاعتي، معايا كوبايتين وربع من الدقيق، معايا بصوا يعني ذرة صغيرة خالص من البيكنج باودر، مش هحط كتير عشان انا مش عايزة البسكوت ينفش معايا، وربع كوباية من النشا، ومعلقتين من الكاكاو الخام، انا بستخدم كاكاو اسباني. هقلب بقى كده المكونات الجافة مع بعض. وهندخل بقى المكونات بتاعتي قبل ما انزلها على المكونات السايله.
الحاجة اللي هتتبقى زيت هعملها عادي بالمعلقة. دخلتها اهو، انا ركنت كده على جنب معلقتين من الدقيق، علشان كل دقيق بيختلف عن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، فانا ركنت 2 معلقتين كده كبار على جنب، فقلت لو احتجتهم ايه هزودهم. فانا بدأت بقى ان انا اقلب العجينة كده مع بعض، وشفتها محتاجة دقيق تاني ولا لأ، بس احتاجت الدقيق وحطيت الدقيق بتاعي كله. انتي برضو لما تيجي تعملي البسكوت دوت اركني من المقادير اللي انا قلت عليها 2 معلقة على جنب، لو احتاجتيها زوديهم، ما احتاجتيهمش خلاص، عشان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. وبعدين هتقلبي بقى كده العجين، مش هتعجني لا، بيتقلب كده ايه بايدك على طول. العجينة ما بتكونش طرية قوي، العجينة بتكون يعني ما بين ناشفة وما بين طرية، لان دي عجينة بسكوت. انا سويت اهو 2 معلقة احتجتهم، هبدأ بقى كده خلاص ان انا اقلبها. العجينة دي لو انتوا بتعملوها في الصيف غير ما انتوا ما بتعملوها في الشتاء، لو بتعملوها في الصيف العجينة هتبقى سايبة منك ومش هتمسك معاكي غير لو انت حطيتيها في التلاجة نص ساعة ترتاح شوية. لو انت بتعمليها في الشتاء هتلم معاكي على طول. شايفين بص القوام بتاعها عامل ازاي؟ حلوة جدا. خدي بقى كده لمي كل حاجة في القاع تحت، اهي العجينة لمت، بصوا عاملة ازاي، زي الفل اهي. غطيتها بقى بكيس لان انا الجو طبعا لسه مش ساقع قوي، فحطيتها في التلاجة شوية. لو العجينة طلعت منكم ناشفة شوية ممكن تزودي لها 2 معلقة من السمنة. هناخد بقى ايه قطع كده من العجينة، يعني حاولي ان انت ما تكبرهاش قوي عشان تبقى شكل حبات القهوة، وعشان كمان ما تنفش منك قوي، عشان احنا حاطين رشة صغيرة من البيكنج باودر، من البيكنج باودر ممكن تستغني عنها خالص. خدت بقى كده ايه القطعة وعملتها كورة، وبعد كده بعملها شكل اسطواني زي ما انتم ما شايفين كده اهو. هعمل معاكم واحدة كمان، كوريها كده ما بين ايدك. خلصت كل الكمية بتاعتي ورصيت كل واحدة تكون بعيدة عن التانية بشوية. هنجيب بقى كده حاجة حادة، انا جبت المعلقة صغيرة وبدأت ان انا افتح حبات الكوكيز او حبات القهوة من فوق كده علشان خاطر تاخد شكل القهوة، ما تفتحهاش اول حد الاخر، هي خط كده بسيط في النص، ممكن بسكينة كمان اسهل واسرع. يعني انا عملت الصينية دي بالمعلقة وكملت الباقي بالسكينة، شايفينها شفتوها عاملة ازاي. عملت كده كمان اهي التانية كمية، قلت لكم عملت معايا 4 صواني بالحجم ده. وادي بقى اهي خلاص طلعت من الفرن، دخلتها الفرن على درجة حرارة 160، بتاخد بالظبط ربع ساعة في الفرن. لازم لما تطلعيها ما تجيش جنبها ولا تمسكيها، غير لما هتمسك نفسها وهتنشف. سيبيها تبرد خالص وبعد كده شيليها من الصينية وحطيها في علبة كده صغيرة تكون شكلها حلو، وغطيها
وهي دي بقى منها جوزك وهو رايح الشغل، بنتك وهي رايحه مدرسه او الحضانه، اعمل لها كم المشروب اللي انت بتحبيه، تاخدي كده كم واحده كده معاها، طعمه جميل جدا، مش قادره اوصف لكم حلاوته عامل ازاي، بجد حلو قوي، لازم تجربوه وتقولوا رايكم فيه، جميل قوي. زي